قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة دكتور أشرف القدرة إن الاحتلال الصهيوني بات يتعمد منهجا لقطع الطريق أمام القوافل الطبية واستهدافها، خاصة تلك التي تخرج من قطاع غزة أو التي تغادر المستشفيات نحو مستشفيات أخرى. وإذا عدم توفر العلاجات لهذه الحالات داخل مستشفيات قطاع غزة، فإن مجمع الشفاء الطبي يجب أن يرسل مئات الحالات هو وكافة مستشفيات قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يصر على منع خروج هذه الحالات من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وذلك إما بقطع الطرق وإما بالاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف. وقد قامت وزارة الصحة بإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة فرض الحماية على هذه الحالات والطواقم الطبية وتوفير ممر آمن لخروج هذه الحالات الخطيرة والحرجة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه حتى تصل بهم إلى معبر رفح البري ومن ثم إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية.